بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم دروس 3D موديلينج أوتوكاد. إحنا خلصنا الموديلينج الجزء ده كله وخلصنا المش وهنبتدي في السوليد إيديتنج، وهنتكلم عن أمرين اللي هو أمر اليونيون وأمر سبتراكت. تمام. أول أمر عندي أنا هاجي أروح على التوب بالشكل ده كده، وأجي أرسم بوكس بأي ارتفاع، مثلا 3، وبوكس تاني متقطع معاه بالشكل ده كده. تمام. ونقول له مثلا ارتفاع برضو 3، ونيجي نشوفه في 3D اهو، كل واحد لوحده زي ما احنا شايفين كده. لو احنا شفناه اهو، انا ممكن اغير اللون ده كده خليه احمر، وعايزة اعمل يونيون للاتنين يبقوا حاجة واحدة. بروح على يونيون من هنا، بدوس عليها كده، واجي اختار الاثنين سيلكت اوبجكتس، وادوس بيمين الماوس انتر، على طول خليها لي حاجه واحده زي ما احنا شايفين كده اهو، مش اتنين. وانا جيت لفيت كده اهو، وشال خطوط التقاطع اللي ما بينهم. يبقى ده زي ما احنا شايفين امر يونيون. لو انا عندي مجسمات وعايزه اجمعها مع بعض بجمعها عن طريق امر يونيون. طيب هنيجي بعد كده على امر سبتراكت. انا هاجي ارجع للتوب تاني بالشكل ده كده، وهاجي ارسم ريكتانجل اهو، واجي ارسم سيركل في المنتصف بتاع الريكتانجل. عندي هنا جيومتريك سنتر اهي، برسم دايرة بالشكل ده كده. تمام. وهروح على 3D، ممكن ان احنا نحرك ده بس شوية، واجي اعمل اكسترود لي ريكتانجل، مثلا هعمله 5، واعمل اكسترود لي السيركل هعملها 8. تمام. لو شفناهم مع بعض شيدي اهو، شكلهم بالشكل ده كده اهو. طيب انا عايزه اعمل سبتراكت. اعمل سبتراكت ازاي؟ هرجع على 2D واير فريم، واجي اقول له سبتراكت، واختار الريكتانجل الاول، وبعدين ادوس بيمين الماوس، وبعدين السلندر اللي عندي بالشكل ده كده. هنشوف عمل ايه. هاجي اقول له شيل اهو، عمل سبتراكت للاسطوانه من الريكتانجل. شايفين؟ مبقاش سوليد اهي، فاتحه مش شايفين للايه؟ للاسطوانه. طيب لو انا جيت رسمت حائط، هاجي اقول له مثلا غير اللون اللي انا هرسم بيه، اللون الاحمر مثلا، هاجي ارسم حائط بالشكل ده كده، مثلا 13 طوله، في سمك هقول له 0.25، في ارتفاع 3.5 مثلا. عايزه اعمل باب في الحائط ده، هاجي اقول له 2D واير فريم بالشكل ده كده، وبعدين اجي ارسم فتحة الباب، هقول له بوكس. تمام. واجي مثلا من نيرست، انا عايز الباب هنا كده من نيرست ده، وبعدين اقول له الطول بتاعه مثلا 1.5 متر، وبعدين تاب عشان اعمل السمك، واجي ادخل لجوه كده عشان ادخل على الحائط من جوه، واجي اقول له 0.25 اللي انا عاملاها لسمك الحائط اللي موجود، وادوس انتر، وبعدين اعمل ارتفاع الباب مثلا هعمله 2، وادوس انتر. طيب لو انا جيت شفته شيدت اهو، شايفين مفيش فتحة للباب. طب انا هرجع تاني 2D وار فريم، واجي اقول له بقى ايه؟ سبتراكت اس يو بي اللي هي اختصار سبتراكت، واختار الحائط الكبير الاول، وبعدين ادوس بيمين الماوس، وبعدين اختار الفتحة اللي انا عاملاها وادوس بيمين الماوس. هنشوف مع بعض دلوقتي اهي. يبقى انا كده عملت فتحة باب في الحائط عن طريق امر سبتراكت. يبقى احنا النهارده اتعلمنا امرين مهمين في 3D موديلنج اوتوكاد، اللي هو امر يونيون وامر سبتراكت.
كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.